الكواليس بلاقيه مرتاح والقلب كنا من عراويل ممشوط. ساعات نزيفة يرى جواك بقياه ريح شوق كان صلفة وهدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، عاملين النهارده لكم فيديو جديد. قبل اي كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، الدعم اللي جاب لاخواتنا الفلسطينيين اللهم كلها معونة ونصيرة. وحشتوني عاملين يا اخواتي، اخبارك يا حبي؟ مرحبا بك اعز مشاهد عند حبيبك حبيب الشعب. قبل ما ابدا الفيديو انا عايز كل الناس تنزل تعمل لايك اشتراك في القناه وتدفع على زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجيلك الشعار بتاع على طول. اعز مشاهد انا عايز اقول لك ان قصه النهارده ممتعه جدا وهي حاجه في نطاق الخيال العلمي. طبعا انا عارف ان في ناس بتعمل اللي عليها، بتكتب لي الكومنت بتاع سهل تكون صنع محتوى صعب تكون حمى يا حبيب الشعب، وبتعمل اللايك عشان بتحاول بقدر الامكان ان الفيديو يوصل 20000 لايك. شدوا قربنا وشير لاصحابك وحبايبك ونزل في الاستوريهات عندك، نزل لي على الواتساب، نزل لي على الانستجرام والفيسبوك. بذمتك القصص دي ما تستاهلش الدعم، اتفرج انت وزميلك، اتفرج انت وزميلتك، وانا هروق عليكم كل يوم، هعمل لكم حاجه بشكل جديد كل يوم. ويلا بينا نمسع الخمسه حبايب حبيب الشعب اللي بيعملوا كومنتات كتير ومش بيأثروا معايا. اول حد وهي ذهب محمود، تاني حد وهي زينه حازم، تالت حد هو عمرو السعيدي، رابع حد هو علي اسامه، والخامس والاخير يوزر يو جي 5 اف اف. ما تغير اسمك، انت تعبت على الفاضي. انا حطيت الكومنت بتاعك اهو، لو انت سامعني دلوقتي انا بحبك قوي، شكرا لتعبك ليا. وكلكم يا حبايب قلبي شكرا لدعمكم ليا الايجابي. ما تنساش انت كمان عايز مشاهد تعمل اكبر عدد من الكومنتات عشان اسمك يطلع معايا الفيديو الجاي، وده هيكون شرف كبير ليا. المهم ان احنا عايزين نوصل الفيديو ده 20000 لايك، ها، ومش هطول عليكم اكتر من كده، ويلا بينا على قصه نغم ارض بارد. هي نغم جت المنصوره؟ يا لهوي يا امير، وانت لسه فاكرها ولا ايه؟ اه يا ماما، هي دي تتنسى طبعا، دي كانت احلى مدرسه انجليش شفتها في حياتي. مدرسه انجليش بس يا امير ولا بتكراش عليها كمان؟ ايه يا ماما؟ ايه، مش بكراش عليها ولا حاجه. وبعدين ايه بكراش عليها دي؟ ده هي كبيره جدا. اه ما انا عارفه، لو كانت فضلت في الكويت كان زمانها جايبه جده. مين جايبه جده؟ مين يا ماما اللي تجيب قدي؟ انا كبير برضك مش صغير. المهم ان هي نزلت مصر يا اخويا، واللي انت شفته ده صح. السلام عليكم، انا امير. انا بعمل حاجه غريبه شويتين، بكراش على حد اكبر مني، اكبر مني جدا، فرق 15 سنه. كانت درست الانجليش بتاعتي بس بحبها قوي، وكنت دايما بتمنى ان انا اخدمها واجيب لها اي حاجه تامرني بيها، طلبات، اساعدها في تنظيف البيت بتاع مامتها، لحتى وهي قبل نغم مسافره كنت انا بروح اشقر على مامتها بشوفها لو محتاجه مني اي حاجه. هتقول لي كل ده ليه يا امير؟ هقول لك محبه من عند ربنا، بحبها قوي، هي جميله بسم الله ما شاء الله. هفهمكم قصه قبل نغم. هي من عندي من طلخه من المنصوره، وانا متربي قدام عينيها، وهو بيت مامتها في البيت اللي في وشي. باباها كان مسافر الكويت، فمن سنه وثلاث شهور و14 يوم جاء اوحش يوم في حياتي. هتقول لي انت بتعدهم؟ هقول لك اه. ساعتها جالي خبر مش كويس، وان في حد متقدم لها. طب وايه الوحش في كده يا امير؟ ما انا كنت بغير على قبلة نغم وبحبها قوي. باباها نزل من الكويت، وبعدها باسبوع حد نزل وراه، شاب محترم مكلف من الكويت، جاء قعد شهر عندنا في المنصوره. هوب الخطوبه اتعملت، كتب الكتاب بعديها على طول، ده حتى من استعجالهم قالوا الفرح هيعملوه في الكويت هناك عشان صحاب العريس وبقيت قرايبه وكده. كنت انا ساعتها عندي 14 سنه، وقبلة نغم كان عندها 25 سنه، عدى سنه بالظبط وانا ما كنتش اعرف عنها حاجه، كل اللي اعرفه بيت مامتها بس، فكنت بروح اشقر عليها واشوفها لو محتاجه اي حاجه، ده حتى قبلة نغم طلبت من مامتها كذا مره ان هي تكلمني، انا اللي ما كنتش برضه. ما تعرفش ليه؟ انا ما كنتش عايز اكلمها، كنت زعلان واخد على خاطري، بس ده ما يمنعش ان انا اخدم مامتها واجيب لها كل اللي هي عايزاه. حصل حاجه النهارده غير طبيعيه خلت قلبي وقع في رجلي. شفت حد شبهها قبل نغم، كنا بنلعب بلياردو انا واصحابي، فلقيت واحد زميلي بيقول لي هات يا عمير، هات قبل نغم يلا. فانا ببص كده انا عرفتها من ظهرها، وقلبي اتكهرب، حسيت بحاجه غريبه كده، فضلت ماشي وراها، سبت الاستيك وسبت اصحابي وهما بيلعبوا وخدت بعض جري ورحت وراها ان انا اتاكد هي ولا لا. لقيتها فعلا طالعه بيتها من بيت مامتها، ورحت جاي واخد بعضي وطالع عند ماما فوق. فسالتها وزي ما انتم سمعتوا كده بالظبط، ان هي لو كانت كملت هناك في الكويت زي ما ماما تالس كانت هتجيب قدي، وعي كلامه خلاص ولا ايه يا ماما؟ المهم ان هي رجعت. طب وانت يا ماما عرفت منين؟ شفتها هي وامها في السوق الصبح واتكلمت معاها شويه. ايه اللي حصل؟ احكي لي، ايه اللي رجعها من الكويت تاني؟ اتطلقت من جوزها، ما ارتحتش هناك. طب ليه؟ ايه السبب؟ بتاع نسوان ديله زفر. الله يحرقه بجاز مش نضيف. يحرقه بجاز ايه؟ مش نضيف يعني، مش عايز اقول الكلمه التانيه. المهم دي قمر يا ماما، هو ليه يعمل كده معاها؟ بختها يا ابني، رايح على فين يا بخت؟ رايح للوحشين، والحلوين يا بخت كفايه عليهم حلاوتهم. يعني ايه يا ماما المثل ده؟ يعني مفيش نصيب يا ابني بينها وبين جوزها، واتطلقت ورجعت لامها هنا تاني، وباباها لسه هناك في الكويت؟ هيعمل ايه يعني عشان بنته اتطلقت؟ ايوه في شغله هناك، ولسه بيتعامل مع جوزها ده؟ الله اعلم بصراحه، ما اتدخلتش في التفاصيل دي، بس اللي انا عارفاه قلته لك. قول لي بقى انت عايز تعرف كل الحاجات دي ليه؟ عادي يا ماما بسال عادي. طب روح لها عشان هي سالت عليه، وانت وحشها قوي. بجد يا ماما هي قالت لك ان انا وحشتها؟ بجد يا عمي. طبعا انا سمعت الخبر ده من ماما من هنا، خدت بعضي جري فريرة على البيت عندها، رنت الجرس وهي اللي فتحت لي. اول ما فتحت لي ما صدقتش ان انا اللي كنت واقف على الباب، خدتني في حضنها على طول. طبعا انا الوقت ده الله يعلم بيا، وسلمت على عمته زينب مامتها ودخلت قعدت مع ابله نغم. انت ما كنتش
فضلت تكلمني في التليفون ليه؟ عشان زعلان مني. زعلان مني ليه؟ لاسباب شخصيه مالكيش دعوه بيها. واد يا ليمد انت بتتكلم كده ليه؟ انا بنسالك كنتش عايز تكلمني ليه؟ عشان انت اتجوزت وشفت حالك وسبتيني. انت بتقول لي يا واد ما تضحكش عليا قبل نغم، والله العظيم دي الحياه بجد. سبتيني ليه ومشيتي وانت عارفه ان انا بحبك؟ طب ما انا قعدت مستنياك كتير، انا افضل قاعده ريحك؟ قلت لك لو جالي عريس هنقبل بيه. يعني ايه يا ابله نغم انت بتهزري؟ واد يا عمي انت بتتكلم بجد؟ ايوه انت عارفه ان انا بحبك، ليه تسيبيني وتمشي؟ طب ما انا كنت بننزل مصر زيارات وكنت بنسال عليك وانت مش عايز تشوفني. ما كنتش انت اللي بتسالي عليا، دي كانت ماما زينب اللي بتفكرك بيا وبتقول لك ان امير مازال بيسال عليا وبيجيب لي العلاج وبيدي لي طلباتي. يعني هي اللي بتفكرك بيا؟ ده انت مركز بقى، ولو ما ركزتش معاكي هركز مع مين؟ وكمان بقيت بتقول كلام حلو. انت اللي فكراني صغير. على فكره انا اتعلمت الكلام الحلو ده عشاني. خلال الفتره اللي انت بعدت عني فيها كنت بشوف الفرق بيني وبين اللي انت قابلت بيه ده ايه. هو احسن مني في ايه؟ طب هو عنده شقته انت عندك شقتك. قلت لك اصبري لما شد حلو اكبر شويه هبقى اجيب شقتي، استنيني. وكان ده كان اسلوبي مع ابله نغم، بس كان كل كلامها طريقه. انا عارف ان انا حاليا عندي 15 سنه وهي اكبر مني ب 10 سنين، ولكن انا والله بحبها. كنت هكبر وهتجوزها بس كنت مستني ان انا اكبر. خدت وديت معاها في الكلام وعرفت حاجات كتير عنها. عرفت ان هي اتخانت من اللي ما يتسماش جوزها ده، والحمد لله ان هي ما خلفتش منه، كانت هتتربط بعيل يعني. هو ما كانش لاقي عليها، هي احلى منه بكتير. هي عينيها جميله وملامحها حلوه، تحسها كوريه في نفسها كده شويه وصغنونه يعني ما تدهاش 25 سنه. هو انت عندك برد؟ اه. لما جبتلوش دواء ليه ولا خدت مضاد حيوي؟ اول ما هنزل هجيب على طول. طيب خد دول. ولسه قبل نغم بتفتح الشنطه يا جماعه الخير؟ دي بتديني فلوس. قبل نغم مش هينفع، انت بتعملي ايه؟ بديلك عشان تجيب علاج؟ لا انا تمام على فكره ومعايا فلوس. انا بقيت بشتغل مع بابا في الورشه وبقيت صبي معلم ومعايا صنعه، وبابا عرفني ان انا هشيل الورشه في يوم من الايام، والصنايعيه اللي شغالين هناك دول هيبقوا شغالين عندي. وانت بقى بتقول لي كل الكلام ده ليه؟ عشان اعرفك ان انا كبرت وبان انا بقيت معلم قد الدنيا وجيبي مليان الحمد لله. هو انت اتعلمت كل الكلام ده امتى وفين؟ ده انا سايباك جوطه مغمضه. بعدك عني غيرني، خلاني دايما مبقاش مرتاح في حياتي، وكنت مستني ان انا اقعد معاكي قعده زي دي عشان اعرفك كل حاجه. عامه يا رب تكوني كويسه والحمد لله على السلامه، وربنا يهون عليكي وتلاقي حد يقدرك ويشوف الحلو اللي فيكي. وانا مش عايز اتدخل في تفاصيل واعرف ايه سبب طلاقكم، بس انا مبسوط ان انتوا اتطلقتوا. امير انت بتقول ايه يا بابا؟ انا اسف يا ابله نغم، انا حسيت ان انا بوخت شويه. ان انت بوخت خالص. مش قصدي والله، انا اسف. ماما زينب عايزه حاجه؟ سلام عليكم. من عند ابله نغم حسيت ان انا بوخت شويه وان انا عملت تصرفات غريبه، بس ما كنتش اقصد. انا كان كل اللي في بالي اعرفها ان هي حد جميل وان هي تستاهل حد احسن من اللي كان معاها، حد يقدرها بجد. ما كنتش اعرف ان انا ممكن ازعلها مني او ان انا اقول حاجه تضايقها. يوميها طلعت البيت متضايق جدا وزعلان من نفسي والكلام اللي انا قلته. حتى ماما لاحظت عليا ده وكانت لسه هتحط لي اتعشى، انا ما رضيتش ودخلت نمت على طول، نايم ساند ظهري وباصص للسقف مش مغمض عيني بس سرحان في اللي انا قلته معاها وان انا ممكن اكون ضايقتها. بعدين لقيت نور في البلكونه، في نور ابيض جامد ضارب في البلكونه. قمت من على السرير يا جماعه الخير، وللعلم انا قط في البلكونه، فلسه بفتح البلكونه من هنا لقيت راجل عجوز قدامي ولابس نظام زونت كده ومش شايف ملامحه خالص. ازيك يا امير؟ مين حضرتك؟ انا اسمي جد ياود، شخص خيالي شبه الحلم، باجي احقق لك احلامك لمده صغيره وبترجع للواقع بتاعك تاني. ازيك يا جد ياود عامل ايه؟ مش بخير. عشان انت مش بخير يا امير اقدر اساعدك ازاي؟ نفسك في ايه؟ قول لي امنيتك وانا احققها لك. عايز اكبر 10 سنين، عايز اكون قد ابله نغم، عايز اكون من سنها، انا بحبها وعايز اتجوزها. تروح تعيش انت وابله نغم في عالم تاني مدة صغيرة وترجعوا، وده تحت مسمى ايه؟ حلم. تعمل كل اللي نفسك فيه وهترجع للواقع بتاعك تاني. ماشي ما عنديش مشكلة، بس قبل ما تروح انا عايز اعرفك على حاجة. اتفضل. المكان اللي انت رايحه ده اسمه ارض برد، ما بعد نهاية العالم هتلاقي اماكن متدمرة ما فيهاش معيشة، وهتلاقي مدينة ومنطقة سكنية وهتقابل فيها ابله نغم اللي انت بتحبها. هو النبي يا جد ياود وديني هناك. طيب مطلوب مني ايه عشان اروح هناك؟ تحافظ عليها هناك عشان لو حصل لها حاجة مش هترجع العالم بتاعنا. يعني ايه؟ يعني انت اللي هتشيل مسؤوليتها فعلا. لو حافظت عليها في العالم التاني هتعيش الحلم اللي نفسك تعيشه معاها في الواقع، وده لمدة صغيرة. ولو حصل لها حاجة في العالم التاني هتموت في العالم الحالي، واللي هو موتها هيكون حقيقي. انا اسمع الكلمتين دول من هنا يا جماعة الخير ما بقاش عارف اتصرف ازاي ولا اعمل ايه، بس انا قد المسؤولية وانا هحافظ عليها هناك. انا موافق يا جد ياود، وديني ليها. نزلت مكان فيه عاصفه رمليه ومفهوش صريخ ابن يومين، فجاه لقيت بنت شابه جايه بتجري عليا. امير
ابله نغم؟ ابله نغم ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عارف، لقيتها بتشدني وبتجري بيا ورحنا جايين مفلين على اخرنا يا جماعه الخير. هو ايه اللي بيحصل فيه؟ انا مش فاهم حاجه. انت معايا عزيز مشاهد في اللي انا بحكيه لك ده؟ رابط الاحداث في دماغك. رحنا وقفنا في نظام مكان فاضي كده وجنبينا سلم، ولقيت ابله نغم بتقول لي تعالى نطلع على السلم ده وبتاخدني من ايدي وبتمشي بيا. طلعنا السلم ده لقيتها فتحت باب شقه ودخلنا الشقه دي وقفلت علينا. انت كويس؟ انا كويس يا ابله نغم. ابله ايه؟ مش عيب شحت زيك يقول لي يا ابله. فانا بص هنا، يا نهار اسود، انا شايفها اطول، انا اطول مني، انا اطول منك يا ابله نغم، انا اطول منك يا نغم. مالك يا امير؟ في ايه؟ ها ماليش. انت عامله ايه بقى؟ انا مستغرباك يا امير. في ايه؟ انا اللي مستغربك. هو ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ هو انت مش فاكر؟ لا، عصابه هارون بتجري ورانا. مين هارون؟ انا مش فاهم حاجه. هارون الراجل اللي بيقتل البنات. وبيقتل البنات ليه يا ابله يا نغم؟ امير انت ازاي مش فاكر حاجه؟ وانا بقوم اتزحلقت في الحمام وانا بغسل وشي، فالثلاجه وقعت عليا، لقيت البوتاجاز اتفتح في وشي. انت بتقول ايه؟ ما تحكي يا نغم وانت ساكته. وتبدا نغم تفهمني كل حاجه من طقطقه للسلام عليكم يا جماعه الخير. احنا هنا في ارض برد، الارض المهجوره، مين اللي هجرها؟ بعد نهايه العالم يا ابني، ده انت اللي انقذت حياتي وبتهرب بيها وبتحاول تداريني من رجاله هارون. اه ودريتك فعلا. وايه اللي حصل بقى؟ كنا بنجري، شبكت لي وخلتنا ننط من فوق السور، وانت رحت جاي نطت ورايا. فجاه بجري قدامك لقيتك وقفت مره واحده. وقفت مره؟ ثواني يا جماعه الخير، يعني انا كنت بهرب انا وابله نغم من هارون ده وفجاه وقفت مره واحده؟ يعني لما جده يقوت وداني للعالم الثاني خلاني دخلت في مرحله الجيمبلاي على طول؟ جيمبلاي ايه يا امير؟ وجده يقوت مين؟ مش كمل يا نغم. فالراجل ده لو مسكني هيموتني، لان هو ماشي بيقتل في البنات كلها. انا للاسف مش فاكر هو بيعمل كل ده ليه. ممكن تفهميني؟ حك عليا يا ناس. الملك هارون ده حاكم ارض برد، وفي يوم من الايام جاله مولود جديد، وبعد السبوع بتاعه والاحتفال بالمولود الجديد حد اخترق المنزل وكان ملسم وقتل الطفل الصغير. وقتل الطفل الصغير؟ اه يا امير. كمل يا نغم. غضب الملك هارون وطلب من كل الرجاله ان هم يدوروا له على اللي عمل كده. طب وهما يا نغم لقوا اللي عمل كده؟ جارت منهم، ولكن اخدوا بالهم ان اللي عمل كده واحده ست عندها 12 بنت. انا ما بهزرش. كمل يا نغم. في نفس الاسبوع خسر بنته الكبيره بسبب ست سحره كانت تدعي ان هي ممرضه ومن اهل القريه، وفي يوم جايه تكشف على بنته عشان كانت مريضه قتلتها هي كمان. فغضب الملك هارون غضبا شديدا وطلب من جميع جنوده وطيوره المتوحشه ان هم يقتلوا كل الستات اللي في القريه الا ستات العائله الملكيه. يا نهار اسود، هيخلص على الستات اللي في القريه كلها؟ بالظبط كده. وانت واحدة من الستات دي؟ بالظبط كده. وانا بحميكي؟ بالظبط كده. الله يخرب بيتك يا جدو ياقوت، الله يخرب بيتك على المصيبه اللي انت حطيتني فيها. انا نفسي افهم مين جد ياقوت ده. ده الله يسامح، ده حطيني في امر واقع. انا هحاول احافظ عليك بقدر الامكان، عشان انت لو حصل لك حاجه انا هدفع الثمن في حته تانية. انا مش فاهمه حاجه. مش لازم تفهمي حاجه، اهم في الموضوع ان انا قد ان انت ايه يا اخويا. ما تاخديش في بالك، انت وحشتيني، انا بحبك. عامله ايه؟ مالك يا امير متوتر ليه كده؟ انا مش متوتر ولا حاجه. هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ اكيد. ممكن تحضنيني؟ وفعلا امير يا جماعه الخير يحضن نغم وهم قاعدين مع بعض وحكوا كتير مع بعض، وكانت اجمل ليله في حياه امير ان هو عاش مع نغم البنت اللي بيحبها، اللي في العالم الواقعي هي اكبر منه، ولكن في العالم الخيالي هي من سنه وحبيبته اللي هو كان نفسه ياخدها في حضنه. بعد ما خلصوا عادتهم مع بعض نزلوا يتمشوا في الشارع، وكانت دي اكبر غلطه. امير لمجرد ان هو اتقابل مع نغم نسى ان هو في العالم الخيالي اللي هي مطارده فيه، وخلاله هم ماشيين قابل الرجاله والطيور المتوحشه بتاعت الملك هارون ودخل في فايت معاهم. انت على خير، اهم حاجه كنا انا حافظت عليك. انا بحبك قوي يا امير. وانا كمان يا نغم. لسه امير بيتكلم مع نغم يا جماعه الخير، يجي حد داخل عليهم وبيشد اجزاء بندقيه. مين اللي تاخد بالها؟ نغم. تروح جاي حتى نفسها قصاد امير وتاخد هي الطلقتين مكانه. نغم لا 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 لا، مش هينفع والله، والله مش هينفع ده. قوم يا نغم. هو انا مش قلت لك تحافظ عليها؟ جديته انا اسف والله ما خدتش بالي. خد يا الامر خلاص، خسرت نغم. لا مش هينفع، ما كده انا هخسرها في العالم الواقعي بتاعنا. صح يا جدي ياقوت؟ انت لمجرد ان انت تتحرك من قدامي هتسمع خبرها في الشارع. ازاي؟ ما ينفعش، دي لعبه. لعبه؟ طب ما انت عارف احكامها. طب بليز خلينا نصلح الموضوع. والمفروض ان انا ادي لك فرصه ثانيه. انا بترجاك عشان انا مش هينفع اخسرها. بشرط واحد. اتفضل. انت الوحيد اللي هتتمحى من ذاكرتها في العالم الواقعي. طب وليه كده يا جدي ياقوت؟ خلاص تقبل الوضع وامشي من قدامي هنا عشان تسمع خبر متها. خلاص ما عنديش مشكلة، ماشي اتمحى من ذاكرتها، رجعني اصلح الموضوع. انت اول ما هترجع لعالم الخيالي هترجع لك على قيد الحياة، والعالم الخيالي هينتهي بكده، وفي العالم الواقعي مش هتبقى فاكراه. ماشي انا موافق، وديني. وفعلا امير يا جماعة الخير يرجع لعالم الخيالي ونغم ترجع على قيد الحياة من تاني، ولكن للأسف يبدأ يتلاشى قدامها. يعني يا حبيب الشعب يتلاشى قدامها؟ يعني خلاص العالم الخيالي انتهى، وخسر حاجة كمان في ان امير هيتمحى من ذاكرة نغم في العالم الواقعي. ودي يا امير. نعم يا ماما. تاني حصة ليك مع ابلة نغم، ما تروحهاش. ينفع الاهمال ده؟ ابلة نغم درس الانجليزي؟ ايوه يا ابني، رنت عليك وقالت لي ابعتهولي. هي اللي ماما بتقولي ده يا جماعه الخير؟ هي مش ابلة نغم نسيتني؟ خدت كتاب البيت باي بيت بتاعي وكراساتي وحاجه درس الانجليش ونزلت ورحت لابلة نغم بيتها، لان هي كانت بتديني درس في بيتها. خبطت من هنا يا جماعه الخير فهي اللي فتحت لي. ازيك يا ابلة نغم؟ ايه التاخير والاهمال ده كله يا امير؟ من تاني حصه؟ انا اسف. اتفضل يلا هبدا اخش البيت. انا مبسوط جدا الحمد لله ان هي فاكراني. اقعد ولكن يحصل العكس، هي ولا فاكراني ولا حاجه.
قول لي بقى ايه سبب تاخيرك؟ ها انا كنت في البيت التاني وهو بعيد عن طلخه. مش حضرتك عارفه بده؟ هعرف بده منين يا امير؟ انا لسه تاني حصه معاك. قبل نغم هو انا ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضل. هو حضرتك رحت الكويت؟ لا بس خد هنا، انت بتسال السؤال ده ليه؟ هو حضرتك اتعرفتي على حد من الكويت؟ انت بتنجم ولا ايه؟ عرفت منين؟ ده ما حدش يعرف غير امي ماما زينب، وكمان عرفت اسم امي منين؟ مش فاكر. حلمت بحضرتك. امي انت بتتكلم بجد؟ حلمت بحضرتك، حلمت حلم جميل. المهم خلينا في الدرس بتاعنا. انت هتجنني ولا انت عرفت موضوع الكويت ده منين؟ دي جت صدفه كده وانا هعرف منين هو انا بتنبأ بالمستقبل؟ انا قلت كده برضو. يلا نكمل درسنا، يلا نكمل درسنا. يا ابله نغم حضرتك هتروحي تقعدي سنه في الكويت وهتطلعي وترجعي وانا مستنيك. انا مستنيكي والله.